أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إحنا اليوم من سد زقلاب أو سد شرحبيل بن حسنة في منطقة الأغوار الشمالية بمحافظة إربد بشمال الأردن، نلقي الضوء على أقدم سد موجود على التراب الأردني وهو سد زقلاب أو سد شرحبيل بن حسنة. أنشئ هذا السد عام 1967 لحجز حوالي 4.5 مليون متر مكعب من مياه الأمطار، إضافة إلى مياه العيون والينابيع الموجودة في لواء الكورة. الآن بالسد حوالي 1.5 مليون متر مكعب من المياه. سبب التراجع كميات المياه، أول شيء عمليات التزويد للمياه اللي بتتم في غور الأردن من خلال الزراعة المروية والمكثفة، إضافة إلى هناك تأثيرات للاحتباس الحراري والتغير المناخي، جفاف العديد من الينابيع المائية المزودة وتذبذب كميات الأمطار وتراجع في كميات معدل هطول الأمطار السنوي، مما أدى إلى تراجع في كميات المياه التي يحتجزها هذا السد الذي يعتبر من أنظف السدود بالأردن، كونه يعتمد على مياه الأمطار ومياه النابيع فقط، ولا يوجد أي مصدر كيميائي أو بيولوجي للتأثر عليه. السد هذا مهم جدا بعملية التنوع الحيوي، كونه أنه هذا هو مصدر أساسي للطيور القادمة عبر وادي الأردن لوجود هذه المسطحات المائية للتزود بالمياه، إضافة إلى التزاوج والتكاثر ثم المسير عبر وادي الأردن إلى وجهتها النهائية. فهذه الدعوة لزيارة سد شرحبيل بن حسنة أو سد زقلاب الواقع ما بين لوائي الكورة والأغوار الشمالية.